قصتنا من سحر وترويج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عم ياسين الغدو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العفو عم ياسين تعالوا هلموا إلينا ضموا عم ياسين. اهلا يا اطفال. اذا اليوم عندنا موعد جديد مع حصتنا مع عمو يزيد اللي راح نستضيفكم معنا في هذا الديكور تاعنا الجميل، وهاد الاصدقاء اللي هم متواجدين معنا في كل حصه، وكاين فقرات اللي راح نشوفوها دائما دائما، وان شاء الله تستمتعوا بها وتجوزوا معنا وقت مفيد 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 جدا. اذا على بالكم يا اطفال باللي في هذه الفتره يوم 23 افريل هو يوم عالمي. يوم عالمي لماذا؟ لشيء نحبوه نحبوه جدا، هو اليوم العالمي للكتاب. الكتاب هو رفيقنا يا أخي، هو اللي رفقنا في الدراسة نتاعنا. وكذلك اليوم العالمي للكتاب وحقوق التأليف. على بالكم بلي كل كاتب ولا كل فنان كيدير عمل عنده حقوق التأليف. هاد حقوق التأليف اللي يجنيها من العمل نتاعه. إذن منذ سنة 1995 وإحنا نحتفل بهذا اليوم، هذا اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف ولا حقوق التأليف اللي تهمنا جدا جدا، لأن الكتاب مهم مهم جدا. اليوم رحين نتعرفوا على شخصية جميلة، شخصية مهمة جدا في تاريخ الجزائر، على بالي باللي قاعد تعرفوها، ولكن أنا اليوم كلفت أيمن الباحث باش يجيب لنا هذه المعلومات على هذه الشخصية هذه اللي هي الأمير عبد القادر رحمه الله. إذن أيمن الباحث في شخصية اليوم. مساء الخير. أمير عبد القادر ولد عبد القادر ابن محي الدين عام 1807 ميلادي بولاية معسكر. تعلم القرآن واللغة العربية على يد الشيخ أحمد ابن طاهر، ثم أكمل تعليمه بوهران على يد الشيخ أحمد ابن خوجة. في سنة 1830 بدأ استسلام الدير حسين، عين زعماء قبائل وهران أبوه الشيخ محي الدين لقيادتهم، لكنه رفض وانسحب وفوض تلك السلطة لابنه الذي عين أميرا في 21 نوفمبر 1832. نال الأمير عدة نجاحات عسكرية مما دفع فرنسا إلى التوقيع في 26 فيفري 1834 على معاهدة السلام، اعترفت من خلالها على سلطة الأمير ووسط وغرب الجزائر. في سنة 1840 عين الجنرال بيجو كحاكم عام للجزائر، ووضع استراتيجية عسكرية على أساس الأراضي المحروقة، مما أدى إلى معاناة الأمير وجيشه بانعكاسات عسكرية خطيرة، فتخلت عنه بعض القبائل ورفض السلطان المغرب آنذاك مساعدته، مما أدى به إلى اللجوء إلى الصحراء، فاشتدت عليه الضغوطات وسلم نفسه إلى جنرال لاموغسيال الذي لم يحترم اتفاق بينه وبين الأمير، وجعله أسيرا لمدة 4 سنوات بقصر أمبواز. في سنة 1852 زاره نابليون لويس فقام بتحريره وعاهده بإرساله إلى تركيا، فغادر فرنسا عام 1852 وسافر إلى سوريا أين توفي في 26 ماي 1883. كان الأمير عبد القادر رجلا عظيما سياسي عسكري، يحسن اللغة العربية، فترك الكثير من الكتابات في الفلسفة والشعر. شكرا 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 أيمن، شكرا شكرا شكرا. إذن أيمن تكلمنا على هذه الشخصية هذه اللي هو الأمير عبد القادر. على بالكم باللي هذه معاهدة السلام هذه اللي عقدت في 1834 مع الأمير، مازال كاين النصب التذكاري نتاعها لما توجهوا من مدينة تلمسان إلى مدينة وهران، كاين مدينة واسمها الأمير عبد القادر، مازال تحمل هذاك النصب التذكاري. والأمير عبد القادر هو من وضع أسس الدولة الجزائرية، يعني معروف بالحنكة نتاعو، معروف
كان رجل سياسي ورجل عسكري، كانت عنده شخصية قوية جدا. شكرا أيمن. والآن يا أطفال، كاين ركن مهم جدا تحبوه كامل، اللي هو ركن أغنية اليوم. في كل مرة نجيكم بأغنية، هذه المرة أغنية جميلة جميلة جدا، تتكلم عن المثابرة، عن المثابرة، لأن المثابرة في القسم كي نكونوا نقراو مليح نعودوا نحبوا المدرسة ونعودوا حتى المستقبل، حتى يكون المستقبل تاعكم ظاهر، لازم تكون مثابرة في القسم. إذا هذه الأغنية هذه تحث على المثابرة. إذا أغنية اليوم، يلا معي. صف اثنين والشاطر يرفع ايده، عشرين على عشرين والنجاح هذا عيده. اثنين في الصف اثنين والشاطر يرفع ايده، عشرين على عشرين والنجاح هذا عيده. سؤال والعزل من يريدوا، أنتم للغد رجال يا شموع الوطن قيدوا. سين أول سؤال والعزل من يريدوا، أنتم للغد رجال يا شموع الوطن قيدوا. عشرين على عشرين والنجاح هذا عيدوا، والنجاح هذا عيدوا. نلفي الصف اثنين والشاطر يرفع ايده، عشرين على عشرين والنجاح هذا عيده. اثنين في الصف اثنين والشاطر يرفع ايده، عشرين على عشرين والنجاح هذا عيده، والنجاح هذا عيده. يكرم ولا يهان الطالب في تمجيده، في هذا اليوم يبان للعلم من يجيده. يكرم ولا يهان الطالب في تمجيده، عشرين على عشرين والنجاح هذا عيده، والنجاح هذا عيده. نلفي الصف اثنين والشاطر يرفع ايده، عشرين على عشرين النجاح هذا عيده. اثنين في الصف اثنين والشاطر يرفع ايده، عشرين على عشرين والنجاح هذا عيده، والنجاح هذا عيده. والنجاح هذا عيده، والنجاح هذا عيده. نلفي الصف اثنين والشاطر يرفع ايده، عشرين على عشرين والنجاح هذا عيده. نلفي الصف اثنين والشاطر يرفع ايده، عشرين على عشرين والنجاح هذا عيده، والنجاح هذا عيده. حمدا لله أكبر والخير في تحميده، شكرا ألف شكر زيدوا فأكبر زيدوا. حمدا لله أكبر والخير في تحميده، عشرين على عشرين والنجاح هذا عيده، والنجاح هذا عيده. نلف الصف اثنين والشاطر يرفع ايده، عشرين على عشرين والنجاح هذا عيده. نلفي الصف اثنين والشاطر يرفع ايده، عشرين على عشرين والنجاح هذا عيده، والنجاح هذا عيده.
شكرا 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 يا أطفال. عجبتكم الأغنية؟ شكون اللي يحب المدرسة يرفع يده. لا برافو برافو. من قبيلة كنت نقولوا والشاطر يرفع يده، في الأغنية نقولوا في هذا اليوم يبان العلم من يجيده، جاي من الجد، يكرم ولا يهان الطالب في تمجيده عند الامتحان. أهدر أنت اللي تعرف كلش. يكرم المرء أو يهان. برافو، صفقوا عليه صفقوا عليه صفقوا عليه، أخطر داير روحه يعرف كلش. حبيت خليلو بلاستي خليلو بلاستي. لا أقعد وين راك، راك مليح. إذن يا أطفال المثابرة في القسم مهمة جدا، لذا أنا درك رايح نطرح لكم سؤال، سؤال لكم والأطفال لما يشاهدوا فينا عبر الشاشة، رايحين نطرحوا لغز، رموال فين معنا، في كل ما نطرحوا لغز في آخر الحصة نشوفوا منكم يا أطفال شكون اللي يعرف الحل تاع هذا اللغز. إذن اللغز يقول: أحمل نظارات لكني لا أرى شيئا، أحمل نظارات لكني لا أرى شيئا، يعني لابس نوادر بصح ما نشوف والو، شكون أنا؟ إذن في آخر الحصة راح تجاوبوني. عرفتها ديجا؟ مش شاطر أنت، الله يبارك، عرفتها؟ خلاص خلي في آخر الحصة، سهل. شوف واحد آخر صعب عليها شوية، لا لا هذا سهل خير. خلاص إذن أحمل نظارات لكني لا أرى شيء، داكور. دركا جانا عمو، تحبوه بزاف، على بالي بلي الأطفال قاع يحبوا هذه الفقرة هذه وينتظروها، هي فقرة عمو عماد اللي جانا من ميلان، حيهم تحية لكل أطفال وسكان مدينة ميلان. إذن عمو عماد الساحر، يلا تصفيق على عمو عماد. السلام عليكم يا أطفال، واش راكم لاباس؟ الحمد لله. على بالكم أنا جبت لكم اليوم رسمة، وهذه الرسمة فيها حمامة، تحبوا الحمامة؟ الحمامة البيضاء ترمز للسلام يا أخي. واش رايكم هذه الحمامة لو كان مدها لكم تديوها، شكون اللي حاب يديها يهز يده. الله يبارك، لازم نخرج لكم بزاف. صح، تبعوا معايا مليح، حاضر، قولوا لها واحد اثنين ثلاثة. هاي يعطيها تصفيقة حرة. يونس صحيت يا أطفال. خلاص راح أطفال، على بالي أنتم باللي تحبوا بزاف بزاف الحليب، ما فين تشربوا الحليب الصباح. الحليب فيه فوائد كثيرة وكثيرة وكثيرة جدا يا أطفال، يقوي لنا العظام ويخلينا نكبروا. بصح واحد الطفل واحد النهار صغير راه عند ماما عطاتو الحليب غير شوية، زعف وما حبش يهضر معاه وغضب، قالت له لا لا يا وليدي ما تغضبش، القناعة كنز لا يفنى، أنا ما نشربش هذا. قالها قالت له كي تعود قانوع يا وليدي يكفيك لاش أنت وخوك. قالت له كان تكون قانوع يا وليدي يكفيك ملاش تكونوا في ثلاثة. قالت له يا وليدي لو كان تكون قانوع يكفيك ملاش تنتوما في عشرة، بصح لو كان تكون مش قانوع ما يكفيكمش خلاص خلاص، ما يكفيكمش خلاص خلاص، لازم القناعة كنز لا يفنى. نقول لكم يا أطفال إلى اللقاء، نتلاقاو فرصة أخرى إن شاء الله، يعطيكم الصحة، خليكم مع مو يزيد. إيه بصح هذا لونه أسود، هيا مادام تحبوا الألوان رجعوا ملون، ونقول لكم إلى اللقاء. شكرا شكرا على عمو عماد، شكرا على عمو عماد. يا أطفال راح نوصلوا لواحد الفقرة جميلة 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 جدا اللي تحبوها، هي حكاية اليوم. إذن يلا نروحوا اليوم نحكي لكم حكاية، حكاية اليوم، يلا معي. إذن يا أطفال اليوم كما وعدتكم كاين حكاية اليوم، ويسمعوها معنا تاني الأطفال لما يشاهدوا فينا، نحيوهم، حيو الأطفال يلا حيوهم هكذا ونزيدوا نصفقوا عليهم. لا شكرا. اليوم جبت لكم حكاية، حكاية أنا شخصيا نحبها بزاف، علاش؟ لأن فيها حكمة جميلة راح نشوفوها مع الأخر. هذه الحكاية هذه تحكي على النملة والصرصور. النملة والصرصور، كان الصرصور كان يلعب، كان يلهو، يحب هو يحب الغناء يحب اللهو يحب، والنملة كانت تروح تعمل وتجيب الغذاء تجيب الأكل وتروح تخبيه، تخبيه في المخزن تاعها. هذا الشيء في فصل الصيف وفصل الربيع، لأنه في فصل الشتاء ما تقدرش تخرج، ما تقدرش تروح تجيب الماكلة،
إذن كانت تعمل بجد 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 وتجيب وجوز عليها الصرصور كلها روحي نروحوا نلعبوا تقول له لا أنا لازمني نعمل أنا نعمل مع الجميع لأن النمل يعمل في مجموعات. تقول له ما نجيش نلعب معك. هو يروح يلعب عجبته الشمس عجبه فصل الربيع عجبه فصل الصيف كذلك راح يلهو ويلعب يمرح ويقول للنملة كل يوم يجيها يقولها يلا نروحوا نلعبوا. واش تقول له هي؟ تقول له لا أنا ما نجيش نلعب لازمني نعمل لازم نخزن الغذاء. ومن بعد كي جاء فصل الشتاء النملة تخبات في المخزن تاعها مع الغذاء ولكن الصرصور ما صابش واش ياكل ما عندوش الاكل ما يقدرش يخرج كان البرد والطقس بارد ما صابش واش ياكل خرج برا قتلو البرد ما صابش الماكلة ومن بعد راح عند النملة دقدق عليها تق قالها اعطيني غذاء راح نموت بالجوع عطيني قالت له لما كنت تلعب انت وتم راحته انا كنت نعمل بجدية وعلاش تركا جاي تطلب عليا الغذاء كان لازم انت تاني تعمل بجدية لانه كاين الوقت تاع اللهو وكاين الوقت تاع العمل ومن بعد قالها معلش عطيني غير هذه المرة ما نعاودش خلاص راني استخلصت الدروس وتعلمت من هذه وخلاص ما نزيدش نعاود ومن بعد النملة حنينة عطاته الأكل ما حبش تخليه يموت بالشر عطاته ياكل بصح قالت له لازم عليك تستخلص الدروس من هذه الحالة اللي وصلت لها عمو يزيد ثم الحكمة اللي نستخلصوها من هذه الحكاية العمل قبل الله هو مفتاح النجاح الحكمة اللي قالها لنا كليبو مليحة نعم يعطيك صحة كليبو حتى الأطفال لما يشاهدوا فينا هذه القصة هذه الحكمة نتاعها هي أنه كاين وقت لله وكاين وقت للجد إذن نلعبوا ونمرحوا ولكن كي ندخلوا البيت لازم نقوموا بالواجبات نتاعنا كما كانت تقول أغنية مقبلة المثابرة ثم المثابرة هي مفتاح النجاح كذلك كالعمل قبل الله إذن عجبتكم الحكاية يا أطفال الله يبارك أنا دركا حبيت لو كان زعما كليبو يعطيني الميكرو هذا كليبو شكرا كليبو عنده بزاف الأدوار على بالكم نحبوه كليبو يبقى معنا بلا أنا دركا قبل ما نروحوا للجواب تاع اللغز رايح نروح نشوف واحد الطفل راه معنا اليوم واسمه كيما انا واسمه يزيد ولكن انا عمو يزيد واسمه يزيد راح نشوف واش رسم لنا واش هو الرسم اللي داره لنا يلا نتكلموا مع يزيد دقيقه فوالا يزيد مرحبا الله يخليك تقدر تورينا الرسم اللي رسمته لنا وريهولي عبالكم واش رسم لنا يزيد رسمنا البيت نتاعنا هايل الرسم بصح على بالك يزيد الرسم لازم دائما تمضيه باسمك لان اليوم واش تكلمنا عن اليوم العالمي للكتاب وحقوق التأليف حتى تكون الحقوق نتاعك دائما مضمونه لازم دائما تمضي العمل نتاعك هكذاك بالك غدوه ترجع رسام مشهور ان شاء الله كي اليوم ان شاء الله شفتوا الرسم يا اطفال هايل شوف كليبو شفت الرسم شباب هاي تصفيقه على يزيد يعطيك الصحه ان شاء الله ترجع رسام مشهور جدا ان شاء الله الله يخليك خلاص كليبو يعطيني الميكرو وانت شد الميكرو هاك تفضل دنيا اطفال نعود ناخذ الميكرو لانه كاين حاجه مهمه هاد الحاجه مهمه واش هي شكون اللي صاب الحل تاع اللغز نعاودوا احمل نظارات لكني لا ارى شيئا نرفد نوادر بصح ما نشوف والو ان شاء الله الاطفال اللي راه معنا يشاهدوا فينا على الشاشه يكونوا صابوا الحل هل فيكم واحد صاب الحل يا اطفال شكون اللي يقدر يدير محاوله احمل نظارات لكني لا ارى شيئا
تفضلي. Essayez, mais je suis pas sûr. Je pense que c'est la statue, non? La statue, là, mais la statue. أحمل نظارات لكني لا أرى شيئا. تفضلي. واحد أعمى. واحد أعمى. إيه ماشي يعني يحمل نظارات ولكنه لا يرى شيئا. هذا باش نسهل عليكم شوية. هذا عضو من أعضاء الجسم. كان عضو في أعضاء الجسم هو اللي يحمل النظارات. تفضل يزيد. خذ الميكرو. وش هو؟ القلب. القلب يحمل النظارات. ماشي القلب، ماشي القلب، ماشي القلب. شكون اللي يحاول ثاني؟ الكلية. الكلية نظارات. أحمل النظارات. نعطيه لها هي الأولى ومن بعد نجوك أنت. يا كوكو. العينين. لا، العينين لا تحمل النظارات. عمو يازن. آه. الأنف. الله يبارك. تصفيقة، تصفيقة على كوكو، تصفيقة على كوكو. تصفيق على كوكو لأنه وجد لنا الحل. الحل هو الأنف. يحمل النظارات لكنه لا يرى شيئا لأنه جاي تحت الأعين. فهمتوا؟ هذه هي. إذن وصلنا للفقرة مهمة مهمة. في كل حصة نحاولوا أننا نفرحوا الطفل وإحنا تاني نفرحوا معه. اليوم عندنا عيد ميلاد يونس. أروح معايا يونس. أوه حيهم 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 حيهم. ديرهم هكذا ديرهم هكذا يونس. فوالا ديرهم هكذا. قولوا ما تصورونيش ما تصورونيش. شغل هاك فرحان يونس؟ بصح ماشي باين. اضحك قول اني فرحان. انا فرحان بزاف بزاف. اي وري بلاك فرحان بزاف. اضحك. الله يبارك. شفتو كان مشنف شويه كوكو. حشمان هاك حشمان. ماكش حشمان. يضحك. قولوا نحبكم. ايوا نحبكم. فوالا يحبكم يونس. يونس حنا تاني نحبوك، حنا تاني نحبوك. على هذا الشيء اليوم جبنا لك تورته ان كاتو دانيفرسير. بصح اصدقائنا اللي راهم هنا كتكوت كليبو هيرو كامل تروحوا واش تجيبوا له؟ تجيبوا له لا تارت ديالو الكعكه تاع يونس. يلا وحنا نغنوا له. يلا عيد ميلادك أحلى عيد ربي اكتب لك عمر جديد الله يبارك فيك ويزيد نقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبارك فيك ويزيد نقول لك عيد ميلاد سعيد من قلبي لك نتمنى صحة وسعادة وهنا إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح بابا وماما يدعوا له وصحابه يبركوا له وجمل هدايا يهدوا له هيا نصفق ونغني له وجمل هدايا يهدوا له هيا نصفق ونغني له سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة برافو 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 برافو. إذن على هذه الأنغام يا أطفال يا أطفال أنت راح تقطع التورتة نتاعك الكعكة نتاعك تتقطعها. يلا 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 أنا جيعانين راكم جيعانين يا أطفال. واحد هيا حسبوا له شحال درت من عام؟ سبع سنوات. شحال درت من عام؟ سبع سبع سنوات. الله يبارك الله يبارك. تصفيق عليه تصفيق عليه تصفيق عليه. إذن هو راح يقطع الكاتو خطر أنا جيعانين احنا حبينا ناكلوا الكاتو. وانا على هذه الانغام يا اطفال نقول لكم باي باي تلو في روحتكم ونعطيكم موعد في نفس التوقيت الاسبوع المقبل بمفاجآت مفاجآت كبيرة 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 كبيرة. مرحبا بكم. يلا لا تحزنوا حان الوداع يا اصدقاء كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا احببناكم احببتونا
سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد.